Saya Askana, kelas 2A, membaca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بنا مدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو بصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هجر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من الله إذا كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب ثم بعوضة أما الذين آمنوا فيعلمون فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقولون أهل الله من فاقه ويقطعون ما أمر الله به
فلو يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكون لكم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وكل شيء عليم. فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء ما هؤلاء إذا كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تلقى آدم فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا يعقلون. فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ينبهون أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فيصرنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم أخذناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيب ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربوا رغدا وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ففجرت منه اثنتا عشرة عينا وقالوا كلوا ناس مشربا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأخذوا في الأرض مفسدين وإن قلتم يا موسى نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثها فيها لحومها وعدسها وبشرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى للذي هو خير اهدوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقولون بآيات الله ويقولون النبي غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين جعلناها نقلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا بكر ولا أمان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتوا لونها تسر الناظرين أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقولون ما تخرجون فريقا منكم من دياركم فتظاهرون
عليهم ظاهرون عليهم يأتوكم أسارى تفعلوا فيهم وهو معكم من إخراجهم فلا تؤمنون بعض الكتاب يتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إن الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فتكون كذبتم وتكون تأتون وقالوا قلوبنا غلف الله كفر بكلي لما يؤمن فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بسم الشر به أن يكفروا بما أنزل الله بين أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا ظالمين على غضب الكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات فمتعتم لم بعد وأنتم ظالمون إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجد انهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يغدوا احدهم لو يامر انفسنا وما هو بجازي من عذاب ان يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله يمسك لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين ولقد أرسلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا أحدا نبذوا فريق منهم قل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من الله يصدق لما معهم فريقا من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وأنهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فما أنزل على الملائكة في بابل هاروت وماروت وما يؤلمني أحد حتى يقول
إنما نحن في الندرة فلا تكفر. الشياطين على ملك سليمان، ما كان سليمان ولكن الشياطين كانوا يعلمون ما يسرون، يعلمون ما يسرون ما أنزل عليهم من بابل هارون وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أهل إلا بإذن الله، يتعلمون ما يأمرهم ولا يفعلون، ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا تقول لما تفر من الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا نسمعوا للكافرين عذاب أليم. ما يود الذي كفر من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أنا نسعى من آيات أو نرسلها نأتي بغير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن نسألوا لكم رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فاتقوا يا رب من أهل الكتاب والله يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فأفصحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.